وانت فعلا يعني بردانه وكده؟ ايوه بردانه جدا فعلا، هو دايما الاستوديو بيبقى ساقع. طب يا جماعه احنا هو في احنا المفروض نبدا كده. طب يا شباب يعني انا مش فاهم في انتوا ملخبطين ليه كده. لا يعني احنا يعني المفروض يعني انتم تقفوش هنا، المفروض تقعدوا كده. مش انتوا بتعملوا الحركات ولا بترنموا؟ سوري مريان ومحب، معلش يلا يا رموند عشان بس نبدا. انتوا الدنيا كلها ملخبطه ليه كده النهارده في بعض؟ ايه ده، هو انت بقيت بتدرب دلوقتي حركات وترانيم الاثنين؟ لا لا ما اقدرش اعمل كده طبعا يا رموند، يعني انا دايما برنم، لكن انا موضوع الحركات ده انا ماليش دعوه بيه خالص يعني. ايه ده؟ ماشي اوكي، انتوا كده قعدتوا مكانكم خلاص؟ لا كده الدنيا يعني ظبطت كده. احنا تمام؟ تمام خلاص. جاهزين؟ جاهزين. يلا نرحب باصحابنا اللي بيتفرجوا علينا. اهلا بيكم معانا في مركبتنا، وفي رحلة جديدة بندخل فيها لعمق جديد، وبنتعرف على الرب يسوع، وبنعرف اكتر عن قد ايه هو جميل وعن شخصيته، وبنستمتع قوي بالوقت اللي بنقعده قدامه نعبده ونسبحه ونصلي مع بعض. امين؟ امين. مستعدين؟ يلا بينا نبتدي الحلقة. اهلا، ازيكم اصحابي؟ اهلا بيك. هو حضرتك جيت منين؟ انا؟ انا كنت موجود معاكم من اول الحلقه، من اول اللخبطه اللي كانت حاصله. طب مش عايز تعرفنا عليك؟ انا قصقص المقصقص. اهلا يا قصقص المقصقص، مش نقول له اهلا؟ اهلا بيك يا قصقص. بجد انتوا مبسوطين ان انا معاكم؟ وانا كمان مبسوط، بس انا عايز اقعد معاكم شويه. اتفضل. ممكن؟ اكيد طبعا ممكن. طيب ازيك يا قصص؟ ازيك يا عم ولادة؟ عامل ايه؟ وحشني. مش تسلم عليا وانت داخل يا قصص؟ ايه؟ مش تسلم عليا؟ ما انا كنت بسلم على الناس الموجودة كلها. اهلا بيك، اهلا بيك. بس انت كنت مستخبى يا عم رضا. لا استخبى ازاي، ما اقدرش استخبى. كنت متلخبط برضو؟ ما الدنيا كانت متلخبطة النهاردة، مش عارفين مين مع مين، شوية كانوا واقفين هنا وشوية كانوا واقفين هنا، فما كناش عارفين. وانا كنت واقف في حتة تانية. بس على فكرة يا عم رضا، الحلقة المرة دي حلقة جميلة جدا. يا رب يا قصص تبقى حلقة جميلة. عارف النهاردة في لخبطة كده. بس نفسي قبل ما نتكلم عن اللخبطة وعن الحاجات الكتيرة اللي ممكن نعملها، ممكن نرنم ترنيمة. اوكي يلا بينا نرنم ترنيمة. وانا متشجعة جدا النهاردة يكون معانا فريق قلب يسوع، هنستمتع قوي بوقت الصلاة والتسبيح معاكم. اهلا بيك. يلا بينا. ومش بتحب النور، في ناس عايشين في الضلمة وناس عايشين في النور، في ناس بتحب الضلمة ومش بتحب النور، في ناس عايشين في الضلمة وناس عايشين في النور. النور بيوريني السكة، وفي النور أنا متشاف، أصغر نور يطرد الضلمة، نور شمعة أو كشاف. في ناس بتحب الضلمة ومش بتحب النور، في ناس عايشين في الضلمة وناس عايشين في النور، في ناس بتحب الضلمة ومش بتحب النور، في ناس عايشين في الضلمة وناس عايشين في النور. في النور بشوف كل عيوبهم، رأيتي كلام الله زي الأشعة اللي بتكشف أنا قلبي إيه جواه. في ناس بتحب الضلمة ومش بتحب النور، في ناس عايشين في الضلمة وناس عايشين في النور، في ناس بتحب الضلمة ومش بتحب النور، في ناس عايشين في الضلمة وناس عايشين في النور. يسوع هو النور للعالم، بينور القلوب، لما الناس هتشوف نفسيها في النور على طول هتدوب. في ناس بتحب الضلمة ومش بتحب النور، في ناس عايشين في الضلمة وناس عايشين في النور، في ناس بتحب الضلمة ومش بتحب النور، في ناس عايشين في الضلمة وناس عايشين في النور، في ناس عايشين في الضلمة وناس عايشين في النور. يعني بصراحة الموضوع ده يعني بستغربه قوي يا قصص اليومين دول.
يعني في ناس كده ما بتعرفهاش هي عايشه في الضلمه ولا مش عايشه في النور، ما تعرفش يعني. دايما كده بقابل اطفال كده صغيرين دايما اسالهم السؤال ده، بقول لهم كده هو ينفع ان احنا يعني نرنم ونغني في نفس الوقت؟ فيقول لي يا عمو ينفع. في ناس بتقول ينفع وفي ناس بتقول ما ينفعش، فاحنا بصراحه متلخبطين، هو ينفع ولا ما ينفعش؟ ايه رايك يا موندا؟ يعني اعتقد ما ينفعش، دي حاجه غريبه قوي ان انا ابقى بعمل حاجه وعكسها في نفس الوقت. طبعا يعني في كده تحس انك في شخصيتين بيتعامل يعني في نفس أيوة الوقت. ايوه صح. يعني تلاقيه مثلا بيرنم في الكنيسه وبيصلي وبيقول كلام ربنا ويحفظ ايات، ومره واحده بره الكنيسه تلاقيه بيقول عكس ده خالص. انت رايك قصص في الكلام ده؟ انتوا فكرتوني بقصه جميله جدا في الكتاب المقدس بالكلام بتاعكم دوت. الرسول يعقوب قال الكلام دوت، قال ان ما ينفعش البير اللي بيطلع ميه حلوه يطلع ميه وحشه. نفس البير، نفس البير زي القدره بتاعت قصص كده، ما ينفعش القدره بتاعت قصص كده تطلع حاجات حلوه، اتفضلي يا فوزيه، وتطلع حاجات وحشه. ينفع؟ ما ينفعش. الكتاب المقدس علمنا الكلام دوت. وانا كمان عايزه اقول لصحابي النهارده كلام جميل جدا، الكتاب المقدس لما علمنا الكلام دوت علمهولنا علشان يقول لنا ويفكرنا بكلام جميل جدا، ان اللسان بتاعي دوت يا عم رضا اللي بيمجد ربنا وبيقول كلام حلو ليسوع، ما ينفعش اللسان دوت او قلبي او لسان اللي بيتكلم دوت اللي بيقول كلام ويمجد ربنا يرجع يقول كلام وحش على اولاد ربنا اللي خلقهم. علشان كده انا حفظت ايه جميله جدا ونفسي احفظها لاصحابي في الكلام دوت. يلا بينا. طبعا بتقول ايه الايه ديت يا اصحابي؟ بتقول صل لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالغش، مزمور 34 وعدد 13. طب يلا نحفظها مع بعضينا. يلا بينا. يلا عشان اصحابنا كمان يتعلموها. يلا. صل لسانك عن الشر، صن لسانك عن الشر، وشفتيك عن التكلم بالغش، وشفتيك عن التكلم بالغش. مزمور 34 وعدد 13. مزمور 34 وعدد 13. نقول هنا سوا. يلا بينا. يلا اصحابنا كمان هتقولوا معانا، سمع بابا وماما. يلا. صن لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالغش، مزمور 34 وعدد 13. ايه رايك بقى في الايه ديت؟ جميله قوي قوي قوي. انا نفسي كمان ناخد الايه دي ونصلي بيها. ممكن يا انكر تكون بتصلي لنا بيها؟ ممكن يا منى. امين. وانا كمان هصلي معاكم وكل اصحابنا اللي بيشوفونا دلوقتي. ممكن انتوا كمان تصلوا معانا لو انت حاسس ان انت من النوعيه دي اللي هي يعني احنا مش عارفين انت يعني ابن ربنا ولا مش ابن ربنا. ممكن تصلي معانا زي ما كان بيقول قصص، ان ربنا يصون لسانك عن التكلم مش بس بالغش والكذب والحاجات اللي ممكن ما تمجدش ربنا. ممكن تصلي معانا دلوقتي. يا رب يسوع انا بشكرك جدا علشان انت اديتنا يا رب الاعضاء دي يا رب علشان تكون بتمجد شخصك. انا بصلي يا رب انا وكل اخواتي ان احنا نكون بنقدم اجسادنا يا رب ذبيحه حيه ليك. انا بصلي يا رب انه النهارده يا رب تحط حد لكل حاجه غلط في حياتنا، وتقنعنا النهارده بالروح القدس يا رب انه ما ينفعش ان احنا نخدم سيدين او نمشي مع اتنين يا رب. انا بصلي النهارده ان كل حد فينا ياخد القرار ده ان يكون ابن ليك بالكامل، وتكون انت ملك يا رب على حياته. انا بشكرك جدا علشان الرساله اللي انت عايز تبعتها لنا النهارده، ان احنا نمشي في سكتك ونمشي في طريقك ونتبعك بكل قلوبنا. انا بشكرك لانك بتسمع وبتستجيب. امين امين. تيجوا نرنم التنيمه اللي جايه مع بعض. قص انت هتقعد معانا ولا هتسيبنا؟ لا انا خلاص بقى، انا لساني بيقول كلام حلو. بس احنا ما اخدناش حاجه حلوه من انت بتوزعها دي بقى. لا انا هوزع عليكم كلكم. ايوه بسرعه. اتفضل يا عم رضا. شكرا لساني شكرا. معانا شويه كمان يا قص. لا لا لا، عشان اشوف اصحابي عايزين كلام حلو. اتفضلي. وكل اصحابي كمان اللي بيتفرجوا علينا، كل مره هتاخدوا حاجات حلوه لما تحفظوا كلام حلو. باي باي يا قصص. باي باي. باي باي. ملكي يا يسوع، ملكي ملكي يا يسوع، ملكي ملكي يا يسوع، ملكي ملكي يا يسوع. هنغني لك يا يسوع ونعبدك يا يسوع، ونسقف لك يا يسوع ونسجد لك يا
يسوع ملك الملوك رب الأرباب رئيس السلام يا يسوع ملك الملوك رب الأرباب رئيس السلام يا يسوع ملكي ملكي يا يسوع ملكي ملكي يا يسوع ملكي ملكي يا يسوع ملكي ملكي يا يسوع هنغني لك يا يسوع ونعبدك يا يسوع ونسقف لك يا يسوع ونسجد لك يا يسوع سؤال عمو رضا. اتفضلي يا رمونة. في آية بتقول لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، يعني إيه الآية دي؟ بصراحة الآية دي حلوة قوي وبتعجبني يا رمونة، لكن أنا كان نفسي أسمع يعني أسمع رأي موندا في الآية دي الأول، ويعني أو نسأل بعضينا ونعرف الإجابة بتاعتها مع بعض. يعني الآية دي فعلا يعني تحسوها بتلخبط كده أو فيها تحدي، إنه هي أعتقد يعني بتقول إنه ما ينفعش اكون بعمل حاجه وبعمل عكسها زي ما كنا بنقول. فمثلا زي الترنيمه اللي فاتت احنا كنا بنقول ما ينفعش ابقى عين في الضلمه وعين في النور، ما ينفعش ابقى يوم مثلا بصلي وباخد قرار انه انا عايزه ابطل مثلا حاجه غلط انا بعملها، بس نفس الوقت اول ما بتيجي قدامي حاجه انا ممكن اعملها غلط يلا مش مشكله النهارده، ممكن بكره بقى ارجع تاني اصلي وتبقى حياتي ليسوع. اعتقد معناها كده. هو انا كنت هسال رموندا سؤال بقول لها يعني هل ينفع لبلدنا مصر دي يبقى ليها رئيسين ولا رئيس واحد؟ متهيألي ما ينفعش عشان مش هنبقى عارفين نسمع كلام مين فيهم. هو ده بالظبط، يعني احنا لو لينا اتنين رؤساء في البلد هتبقى انت محتاره هتمشي ورا ده ولا هتمشي ورا ده، لكن انت لو ماشيه ورا واحد بس، واعتقد في الحاله دي انت هتختار اللي انت بتحبيه. اكيد هحب حد اكتر من التاني طبعا، لو هو بيعمل لو في واحد احلى من التاني او بيقول حاجات كويسه او بيعمل حاجات كويسه فانا تلقائي هلاقي نفسي بمشي وراه. فده اللي بيقوله الايه لا يقدر احد ان يخدم سيدين، وده اللي بيقول يعني اللي احنا عايزين نقول النهارده لكل اصحابنا اللي بيسمعونا، ما ينفعش ابقى ماشي شويه مع ربنا وماشي شويه مع ابليس. وده اللي احنا النهارده نفسنا النهارده بنقول لكل اصحابنا اللي بيسمعونا، انت مع مين؟ انت هنا ولا هنا؟ صح تيجوا نرنم مع بعض الترنيمة اللي جاية بتقول لما قلبي يبقى ملكك لما حياتي تبقى ليك كل يوم بيعدي عليا هحبك وافكر فيك. تيجوا نرنم. لما قلبي يبقى ملكك لما حياتي تبقى ليك كل يوم بيعدى عليا بحبك وبفكر فيك. لما قلبي يبقى ملكك لما حياتي تبقى ليك كل يوم بيعدى عليا بحبك وبفكر فيك. وشوية شوية بشوف جمالك وحبة حبة بدوق حلاوتك. وشوية شوية بشوف جمالك وحبة حبة أفكارك عميقة جدا أعلى من عقلي بكتير وحبك قوي وثابت لكل بار وشرير. هتغيرني رغم سني وتفهمني حاجات كتير كل يوم من مجد المجد ده حياتي عايزة تغيير. وشوية شوية بشوف جمالك وحبة حبة بدوق حلاوتك يا يسوع. وشوية شوية بشوف جمالك وحبة حبة بدوق حلاوتك. طيب انا نفسي قوي يا انكل رضا نبقى بنصلي لينا ولكل حد بيتفرج علينا انه نبقى فعلا مش نص او وقت كده نص وقتنا يبقى في الضلمة نص وقتنا يكون في النور، لكن فعلا يبقى احنا حياتنا مدينها لحد واحد، لكن مش يوم بنعمل حاجة واليوم التاني بنعمل عكسها. امين امين امين. يعني لو كل حال لو في ناس بتسمعنا النهارده حس انت من النوعيه دي اللي انت بتعيش شويه لربنا وشويه لابليس، اشجعك النهارده ان انت تاخد قرار، لان دي حاجه اسمها ازدواجيه
او حاجه اسمها زيف، ان انا بعيش الصوره اللي مش حقيقيه، انا بعيش حاجه في الكنيسه حاله، وبعيش في البيت حاله تانية، وبعيش مع اصحابي حاله تانية. فانا نفسي النهارده ان ربنا يحررنا من الازدواجيه والتدين ده. فنفسي كلنا نغمض عينينا، لو انت بتسمعنا غمض عينك معانا واطلب من ربنا النهارده انه يملك على قلبك، زي ما كنا بنرنم لما قلبي يبقى ملكك ولما حياتي تبقى ليك، كل يوم بيعدي عليا بحبك وبفكر فيك. لو انت فعلا النهارده ناوي تاخد القرار ده، لو انت بتسمعنا النهارده من البرنامج بتاعنا الجميل يسوعي، قول معانا كده وانت بتصلي، قول يا رب كده حررني من الزيف، حررني يا رب من التدين، حررني يا رب من حياتي يا رب اللي كلها لخبطه، حررني من الحاجات يا رب اللي بتخليني دايما انا مش فاهم انا مع مين. يا رب انا بصلي النهارده انك تفتح قلوبنا، انا بصلي النهارده تفتح قلوبنا يا رب، وندرك يا رب قد ايه محبتك عظيمه لينا علشان نمشي وراك ونتبعك يا رب بكل قلوبنا. انا بصلي في اسم الرب يسوع المسيح يا رب، احنا بنصلي كلنا كفريق يا رب، انا وموندا بنصلي وبنقول لك يا رب فعلا النهارده احنا محتاجينك. تحرر كنايسنا من التدين يا رب، تحرر اجتماعاتنا من التدين يا رب، الاطفال يا رب اللي يا رب اللي ابليس رابط ألسنتهم يا رب بالاغاني وبالكلام الافلام، انا بصلي في اسم الرب يسوع النهارده يحصل يا رب حريه وتحرير في محضرك في اسم الرب يسوع. اشكرك لانك بتسمعنا وبتستجيب ليك المجد، امين يا رب. يا رب يسوع انا جاي بصلي من اجل كل طفل دلوقتي يا رب، ان انت تحرره يا رب دلوقتي، يكون يا رب ما بيعبدش الهين يا رب، لكن يكون بيعبدك انت وحدك يا رب، يكون ماشي وراك انت يا رب، مش في البيت حاجه يا رب وفي الكنيسه حاجه، لكن يكون حقيقي يا رب ماشي وراك انت يا رب، عارف هو بيعمل ايه من صغره يا رب، عارف انت عايز منه ايه يا رب، يكون يا رب بيكبر معاك خطوه في خطوه يا رب، مش ماشي ورا اصحابه وخلاص، او ماشي ورا العالم وخلاص يا رب، لكن يكون يا رب دايما يا رب مركز في اللي هو بيعمله، بيقعد معاك يا رب من صغره يا رب. يكون ابليس دايما بيربط الاطفال دلوقتي يا رب بالاغاني وبالافلام وبكل حاجه يا رب وحشه، لكن يا رب بنطلب منك دلوقتي انت تحرر كل طفل يا رب من كل قيود يا رب، على اللسان يا رب او على التصرفات يا رب، يكون حقيقي يا رب في اسم يسوع، امين. يا رب بصلي يا رب تحرير يا رب من قيد النت يا رب، من التابلت يا رب يسوع، من الكذب يا رب يسوع، من كل امور يا رب وكل افكار ابليس بيرميها على اذهاننا واذهان الاطفال يا رب يسوع. يا رب اذهاننا تكون يا رب محميه ومتحرره، اذهان كل طفل تكون متحرره ومتغطيه بدم يسوع المسيح، في اسم يسوع المسيح حريه النهارده، امين. وازاي اختار يسوع وما اعيش في الخطيه؟ ده سؤال جميل جدا، حد عنده اجابه؟ او حد برضو بيجي له نفس السؤال كده؟ هو مش معنى ان انا هختار يسوع وهمشي معاه ومش هقع في خطيه، اكيد صح. وانا ماشي هقع في خطيه والشيطان هيجربني، المهم ان انا لما اعمل خطيه ما استمرش ان انا هبقى في الخطيه، لكن هقوم تاني وهقف وهكمل المسيره مع يسوع. صح صح، فده معناه ان احنا ممكن ساعات نقع، بس الفكره ان احنا نقوم ونكمل. صح ما نكملش في الخطيه وفي الطين الحمقه بتاعه الخطيه، لكن احنا نقوم تاني ونكمل الطريق مع الرب يسوع. حلوة قوي. هو كمان اللي بيدينا نعمه ومعونه ان احنا نكمل، الموضوع مش بقوتنا ابدا. صح طبعا. هو انا كنت عايز اقول حاجه يا موندا، دايما بشبه التشبيه ده، بقول مثلا فريدي ابني لو عمل خطيه مستحيل مثلا لما يغلط فريدي انا همسكه وارميه مثلا من الدور الرابع، يعني اقول مثلا ده مش ابني. فهو ده بالظبط، انا لما بقبل الرب يسوع في حياتي طبيعي زي ما كانت بتقول مريان ان انا ممكن اقع في الخطيه، ممكن اغلط وكلنا بنغلط، بس صح. بس عايز اقول انه لما بقع بعمل ايه؟ ان سقطت اقوم. فاحنا بنشجع الاطفال، لان دي برضو فكره بتبقى جوه الاطفال انه بيحصل لهم زي ياس ان هم بيمشوا شويه مع يسوع ويقعوا، فانا ما تخافش لو وقعت الرب هيقومك تاني وهيقومك، ما تقلقش، فالرب هيمسك بايديك، بس لو يعني خليك دايما حاطط عينك على يسوع. امين. في حد تاني عنده اجابات او يعني برضو بنفكر سوا كده؟ انا حاسس يوسف ممكن يجاوب عشان يوسف ده دماغه حلوه. يعني كمان انا بفكر انه وانا ماشي مع ربنا انا محتاج كمان افكر في الاختيارات التانيه، فالحاجات اللي كانت بتوقعني مثلا لو قعدتي مع الناس كانت بتوقعني، فده بيخليني ان انا اختار ان انا ما اروحش القعدات دي، ما اروحش نفس الاماكن اللي كنت بعمل فيها نفس الحاجات الغلط، ده ممكن يساعدني ان انا لما اقرر امشي مع يسوع ما افضلش بقع كتير زي ما كنت بقع في الاول. هايل هايل. صح، يعني تقصد انه ابقى باخد بالي الحاجات اللي بتخليني افضل واقع او افضل بغلط، وابقى باخد قرار انه انا مش هعمل ده. محتاج اتجاوب معاه ومحتاج اخد خطوه انه انا كمان عليا دور ومسؤوليه. طبعا ربنا هو اللي عمل الحاجه الكبيره وهو اللي حبنا وهو اللي ادانا النعمه الكبيره، بس انا كمان عليا دور صغير انه لو في حاجات بتوقعني احاول ابعد عنها طول الوقت. صح صح جدا. كم حد متفق مع اللي هو بيقوله ده؟
صح جدا جدا جدا. ايه رايكم تيجوا نرنم مع بعض الترنيمه اللي جايه؟ بتقول بقدم ليك جسمي وكل حياتي. يلا نرنم. ونفسي قوي كمان ما نبقاش بنردد كلمات الترنيمه خلاص، بس كمان نبقى بنصليها. امين. بقدم ليك جسمي وكل حياتي زي الآلات في المصنع الإلهي، ذبيحة حية ليك يا فدية مقدسة ضد الخطية. بقدم ليك جسمي وكل حياتي زي الآلات في المصنع الإلهي، ذبيحة حية لك يا فدية مقدسة ضد الخطية. ساعدنا أطيعك يا رب في صبح وليلي، وارفض أكاذيب إبليس لما يجيني، ويكون قلبي ملكك أنت وأعضائي حتة حتة، ويكون قلبي ملكك أنت وأعضائي حتة حتة، للبر وللصلاح وأعرف معنى النجاح لما أطيعك حبيبي يتملي بقلبي وأفراح. بقدم ليك جسمي وكل حياتي زي الآلات في المصنع الإلهي، مقدسة ضد الخطية. بقدم ليك جسمي وكل حياتي زي الآلات في المصنع الإلهي، ذبيحة حية لك يا فدية مقدسة ضد الخطية. إيديا وعنيا صوتي رجليا والأيام اللي جاية ملكك يا يسوع، وداني ولساني أحلامي أفكاري ومواهبي اللي اديتها لي ملكك يا يسوع. إيديا وعنيا صوتي رجليا والأيام اللي جاية ملكك يا يسوع، لساني وداني أحلامي وأفكاري ومواهبي اللي اديتها لي ملكك يا يسوع. بقدم ليك جسمي وكل حياتي زي الآلات ضد الخطية. بقدم ليك جسمي وكل حياتي زي الآلات في المصنع الإلهي، ذبيحة حية لك يا فدية مقدسة ضد الخطية. يسوع أمين. نبقى مقدسين وما نبقاش بنروح ناحية الخطية. أحب قوي أشجع كل حد بيتفرج علينا أنه تبقى عارف أنت مع مين. هل أنا يوم ببقى مع يسوع وبقرر أبقى حد بيطيع كلمته وأبقى ماشي في سكته، بس يوم تاني ببقى حاسة أنه أنا همشي مع إبليس، أو هقرر أنه أنا النهاردة مش مهمة قوي يعني أبقى ماشية في السكة الصح، فيبقى يوم عينيا في الضلمة ويوم عينيا في النور زي ما كنا بنقول. زي ما يوسف كان بيشاركنا انه لو انا واخد بالي انه في حاجة بتوقعني او بتخليني اروح في سكة مش كويسة او تخليني اعمل حاجات غلط، فاكون باخد قرار انه يا رب انا مش عايزة ابقى بعمل الحاجات دي تاني، لان انا عايزة افضل ماشية وراك وعايزة ابقى بنتمي ليك. امين. نبقى عارفين احنا مع مين ونبقى قلبنا في حتة واحدة مع يسوع. نفسي قوي نكون بنصلي للناس اللي بتتفرج علينا ولينا احنا كمان. فمين يكون مين يحب يصلي لنا؟ يا رب بشكرك يا رب على الحلقه الجميله دي يا رب، وبطلب منك يا رب ان انت توصل لكل طفل دلوقتي في البيت انه يحبك انت بس يا رب، تكون انت وحدك يا رب اللي هو بيعبده يا رب. انا بصلي يا رب لاجل كل طريق في حياتنا يا رب مضايقك يا رب ومخلينا مش عارفين نقرب منك، في اسم يسوع بقوتك يا رب انت تزيله النهارده يا رب لاجل يا رب كل طفل. بصلي يا رب كل طفل لسه يا رب عايش في ضلمه يا رب وبيعمل حاجات بتضايقك، في اسم يسوع النهارده انت تنور عينيه يا رب ويشوف مجدك يا رب
رب ويعيش بس ليك يا رب واللي يرضيك انت يا رب. يا رب بصلي لاجل كل طفل النهارده يقبلك في قلبه يا رب، انت الملك الوحيد على حياته يا رب. بصلي يا رب ان انت تحفظ يا رب ولادك يا رب في كل مكان، امين في اسم يسوع. امين. تعالوا نرنم الترنيمه اللي جايه مع بعض. تعالى املك علينا روحك يعمل فينا، نتغير عن اشكالنا يظهر عملك وسطينا. تعالى املك علينا روحك يعمل فينا، نتغير عن اشكالنا يكمل عملك وسطينا. تعالى واسكن في بيوتنا يتغير معنى حياتنا، نتحرر من كل قيودنا يظهر نورك وسطينا. تعالى واسكن في بيوتنا يتغير معنى حياتنا، نتحرر من كل قيودنا يظهر نورك وسطينا. تعالى املك علينا روحك يعمل فينا، نتغير عن اشكالنا يكمل عملك وسطينا. تعالى املك علينا روحك يعمل فينا، نتغير عن اشكالنا يكمل عملك وسطينا. امين. نكون فعلا يسوع هو اللي بيسكن في قلوبنا، فنكون بنختار طريق واحد، ما نبقاش بين طريقين ظلمة أو نور، لكن نكون بنختار النور. بنصلي لكم قوي، لكل حد كان معنا النهاردة في المركبة ولكل حد بيتفرج علينا، مستنيينكم في رحلة جديدة من برنامج يسوعي. يلا نقول لهم باي باي.